بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا الدرس سنتناول كلام عن السحر وأعراض السحر والدجل والعزائم وهكذا. بسم الله. فصل في أعراض السحر وأعراض العين وأعراض المس الشيطاني. 1. أعراض السحر: فقدان الشهية والصداع الغير مبرر، صداع غير مبرر، القلق والأرق، الرهاب، سرعة الملل، سرعة الغضب، الكآبة، الشعور بالتقيؤ على طول الوقت، عسر التنفس، ضعف البصر، سماع أصوات كطنين في الأذن دائم والله أعلم، كره بعض الأشخاص، الكوابيس والأحلام المزعجة، الحلم بسقوط الشعر، الحلم بالضعف والشلل، الحلم بالسقوط من مكان عالي، الحلم بالربط بالسلاسل أو الحبال، الحلم بالأسر والسجن، الحلم بأكل الزجاج والمعادن وشرب السوائل الثقيلة، الحلم كذلك شرب الأمور النتنة والرصاص وغيره من مألوفة، الحلم بالمشي على المسامير والدبابيس إلى غير ذلك، والحلم بالتحرك الأشياء التي هي في العادة جامدة يراها الإنسان في المنام بأنها تحرك مثل الخزانة والكراسي وهذا والله أعلم، التي هي في الأصل ثابتة الجمادات والآلات. الشعور بالأعراض المرضية مثل خفقان سريع للقلب والألم في البطن أو المرارة في الفم وألم في الأمعاء والحلق، والشعور بكأن هناك وخز في العين والظهر، وخز في الركبتين والمرفقين، فقدان الباءة وهو الرغبة الجنسية، عسر البول وعسر الهضم وعسر الإدراء بالأفكار للمخاطبة وهكذا، ما يقدرش يعبر عن الأفكار التي في ذهنه والله أعلم. والآن ننتقل إلى الأدوية الشرعية بإذن الله تعالى. الدواء الشرعي: أولا الرضا بقضاء الله، أي أن يعيش الإنسان متبسما رغم كل هذه الأهوال، فذلك يغيظ الشيطان ويرضي الرحمن. ثانيا الطهارة، التطيب، الرياضة، أذكار الصباح والمساء، الدعاء الكثير، وليس طلب الشفاء فقط، كل الأدعية كثر، ادعو هذه كل ما تحتاجه ادعوه، ليس فقط الشفاء، البحث عن الأسرار والعلوم التي تكشف التي تكشف هذه الأمور، وكثرة الصوم وترك الحرام وشرب الخمور والمخدرات وارتكاب المعاصي عموما، والرقية الشرعية من سماع آيات الله عز وجل وكذا قراءتها في الماء وشربه والاغتسال بها، وقراءتها على الزيت وشربه والإدهان بها كذلك، على المرء أن يرقي نفسه، هذا أكبر أسباب التي تمنح النفس القوة، ولا يتكل على راق وهكذا. والله يشفي كل مسحور ويفك سحره، إنه على كل شيء قدير. آمين. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.